واخر سؤال عن حقيقه دخول ميدو عالم تصميم الازياء الرجالي، وكمان رايها في تجربه فيلم الحريف. لا ما فيش ابدا ان ميدو هيدخل تصميم الازياء، انت عايز يقطع عليا ولا ايه؟ لا هو ميدو ما فيش الفكره دي، الفكره دي عندي انا، انا اللي عايزه اعمل براند، وممكن يكون برضو فكره ان اعمل براند يعني ليه هو، او هو يبقى فيس اوف ذا براند. اكيد تجربة ميدو في فيلم الحريفة تجربة احنا انبسطنا بيها قوي كلنا، يعني احنا روحنا الفيلم يوم العرض الخاص انا وولادي، وهو يعني كنا مبهورين بالفيلم وبأدائه، وهو عمل شخصية حلوة قوي، والسبيتش اللي عملها في الاخر اللي كانت مؤثرة قوي كنا اتأثرت بيها. فلا التجربة حلوة حلوة. اول ما الفيلم جاله وقعدنا مع بعض واتكلمنا، وكان عجبنا الفيلم كلنا قوي، وشجعناه ان هو ياخد الخطوة دي، والحمد لله يعني الفيلم نجح وكسر الدنيا. لا ميدو ما بيخافش من قصة التمثيل، هو ميدو عارف ان الفن او التمثيل شغل فيها مشقة عالية او فيها تعب جامد قوي، فهو كان عارف ده، وفعلا في فيلم الحريفة هو تعب يعني كان مجهود كبير، بس اتبسطنا بالتجربة، ومش اول مرة على فكرة، بس هو دي اول مرة يبقى فيه دور كبير. يعني ميدو في التمثيل استبعد تماما ان هو ممكن يعمل دور شرير، انا نفسي مش هصدقه يعني، انما ميدو ممكن يعمل كوميدي، ممكن يعمل حاجة زي ما ليها علاقة برضو بالكورة، ممكن يعمل حاجة اجتماعية عادية جدا، لكن شرير واجرام وكده لا صعب.